السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبيباتي بقناتي وصفات ونكهات منال. حبيت أصور لكم لحظة عنا في ألمانيا نزول المطر في الصيف. طبعا كان الجو حار كتير، اليوم تقريبا 37 ويمكن أكثر. أنا تقريبا ما قدرتش أطلع على البلكون، وهلأ قبل المغرب بساعتين صار اللي بسموه عنا جفتر، اللي هو بصير رعد وبرق ومطر غزير. وطبعا انا خشيت جوا، كنت ازرع زي ما انتم شايفين هنا، كنت ازرع وهي التربه، وبديت صراحه اخذت من هنا شتلات الفلفل وزرعتهم لحالهم وحطيت شوي تربه وشردت. بس هلا خف الجو فحبيت اورجيكم صنع الخالق سبحانه وتعالى فيما خلق وابداعه. لا اله الا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حبيت اورجيكم اشارككم هذا الفيديو عز دين الصيف، المطر كيف بنزل في المانيا والجو بخوف وبرد ورعد ومطر وحال ما يلا فيه. الله الله، اللهم نجينا من اهوال اليوم القيامه. ولا تنسوا اللايك والشير واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد، والسلام وخليكم معايا. سبحان الله، مطر 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 والدنيا عتمة ورعد وبرق. من الهواء تبرز الشجر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه يخلق من الماء كل شيء حي. انا كنت ازرع، خفت وشردت وخبيت جوا، بس قلت خليني خليت شوية. السماء أذن المغرب تقريبا طال ساعتين على المغرب والدنيا عتمة. هاي الفلفل والفلفاجة تبعت الفلفل، كنت حابة أطورها في وقت غير هيك، بس شوفوا حتى بخوف الرعد. شايفين الرعد البرق كيف بخوف صراحة. عم بستنى الأولاد، شيء مخيف سبحان الله سبحان الله. اللهم نجنا من أهوال يوم القيامة يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، الله يستر الأولاد برا يا حرام. حتى صوت الإسعافات شغالة. وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هدي شوية الجو هو حتى أرفق أبغى أطور، بس برعد شوية، الرعد فيه وبرق يعني أخف من أول. سبحان الله، الواحد بس يشوف الجو هذا بقعد يتأمل ويتفكر بخلق الرحمن سبحانه. لا إله إلا هو، كيف بقى الهواء والزوابع خلعت الشجر الكبير، ما
سبحان الله. سبحان الله. ما انا اكيد الشوارع تحت هلا فيه بكون في مليانه فيضانات وطوفانات، لانه هنا فوق السطح زي ما انتم شايفين بركات، هنا بكون حصو فوق السطح بس ظهر عليه تشبع، وهلا صار الميه تطفو فوق الحصو. حوادث كتير، والله يستر زي ما قلت لكم، ربنا يسلم يا رب ويحمي لنا اولادنا اولاد الجميع. واذا عجبكم الفيديو يا اولاد يا صبايا وحبايبي، لقيتوا فيها لمسه تامل في الخلق وابداعه فيما خلق، حطوا لي لايك وشير للفيديو. وجو برلين في شهر 6 قبل المغرب بساعتين، سبحانه الذي لا إله إلا هو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، سبحانه لا إله إلا هو. حطوا لايك وشير ولا تنسوا الاشتراك بالقناة يا حبيباتي، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله في قناتي على وصفات ومكانات من النار.